بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. النهارده هننقل لحضراتكم نهائي الكره الطائره، نهائي دوري الكره الطائره الاهلي والزمالك. المباراه لا تقبل القسم على اثنين. من سيفوز بالمباراه النهارده باي نتيجه يحصد الدوري العام مباشره بدون الانتظار الا اي نتائج او مباريات اخرى. النادي الاهلي يدخل المباراه النهارده برصيد 32 دوري كاكثر الانديه المصريه حصد لقب الدوري العام. ياتي في المركز الثاني بعد منه نادي الزمالك ب 27 لقب. كلنا طبعا ثقه في الماسترز او رجال الكره الطائره. بفكر حضراتكم ان الماسترز للكره الطائره هم اكثر الانديه عالميا لحصد البطولات سواء محليا او عالميا. يمكن كابتن محمد مصالح ميدو المدير الفني لقى نادي الزمالك في 12 مباراه، فاز في 10 وخسر في 2، والمباراه التي خسر فيها لم تكن مؤثره في اي من البطولات. النادي الاهلي النهارده داخل المباراه ونتمنى ان شاء الله تكون ليله بلون تيشيرت النادي الاهلي. في البدايه وقبل ما نتناول المباراه تحليليا وفنيا برحب بضيوفي المنورين في الاستوديو التحليلي، الكابتن ممدوح اسماعيل نجم نجوم منتخب مصر ونادي الاهلي السابق وعضو لجنه انتقاء المواهب في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن عايز. منور قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك ربنا يخليك. برحب بنجم نجوم منتخب مصر ونادي الاهلي السابق ايضا الكابتن احمد زكريا ومدير قطاع الناشئين الحالي. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا بيك كابتن عايز. ابتدي حواري مع الكابتن طبعا ممدوح. يتساءل البعض كيف يتقدم نادي الزمالك ويكون في بدايه مشوار الدوري او في ترتيب الدوري العام، وتكون مباراه النهارده هي مباراه الحسم، يمكن في مجموعه او قطاع كبير من الجماهير مش عارفين ازاي بيتم احتساب بطل الدوري وازاي النهارده مباراه الحسم هي اليوم. اتفضل يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. تمني طبعا لعيبه النادي الاهلي ان هم يقدموا عرض يليق بمستوى فريق النادي الاهلي وانجازاتهم السابقه اللي هم معودين عليها. انا اتمنى النهارده ان شاء الله هتبقى البدايه ماتش غير اي الماتشات، لقاء القمه معودين ان هم كانوا بيتحسم قبل ميعاد نهائي البطوله اكتر من كذا سنه بنحسمه قبليها. النهارده الوضع مختلف. النادي الاهلي داخل المباراه، يمكن احنا خسرنا ماتش الجيش ولعبتنا بعض الجماهير ظلمتهم، لا بقول لهم ما تظلموهمش، لان رؤيه المدير الفني بيبقى محمل وعامل حسابه، هو وجهه نظره ان هو هيبقى التوب فورم بتاع الفريق في ماتش الزمالك، فبيبقى متفق مع مخطط الاحمال على ان هو بيمرن بحمل بدني بحيث ان هو ما بيخفش الحمل اللي قبل الماتش، فاحنا مش هنظلم اللعيبه، لا اللعيبه دي متعوده على الصعوبات، ان شاء الله يفرقوا كتير النهارده. الزمالك جاهز من بعد بطولة أفريقيا، مشى المحترف رجعوا بلدهم، بدأ اللعيبة اللي عنده يديها الثقة، كسبوا جميع ماتشاتهم اللي هي كانت في الدور الثاني، فبالتالي هنا الكفتين متساويين. كان الاتحاد المصري عمل قانون جديد السنة دي إن النتيجة النهائية بعدد مرات الفوز، لا النهاردة خلاص الفوز هيبقى قد بعضه، اللي هيكسب الماتش هو اللي هياخد البطولة. فنتمنى تبقى الليله حمراء زي ما حضرتك تفضلت وقلت، فان شاء الله لاعبتنا يكونوا رجاله وكلهم قد المسؤوليه، وان شاء الله نفرح بيهم ونبارك لهم. اكيد.